الإرهاب يضرب قلب المكلا من جديد. فبعد تفجير معسكري قوات نزع الألقاب وطالب التجنيد الشهر الماضي، ها هو يضرب بصورة أكثر وحشية بشكل تزامني عدد من النقاط الأمنية ومبنى الاستخبارات العسكرية، مستهدفا العشرات من الجنود أثناء تناولهم وجبة الإفطار، وذلك بعد يوم واحد من حديث السلطات إحباطها لمخطط إرهابي كان يتم الإعداد له. اكتشفنا سلسلة من الألغام المتفجرات بطريقة دوائر كهربائية معقدة، بحيث الشارع هذا يتفجر بما فيه من سكان وبيوت، والشارع الثاني يتفجر. ليش هذا الإجرام؟ هذولا مش مننا، هذولا ما ينتمون لحضرموت. السلطات الأمنية والعسكرية في المقلة قالت إن الهجمات التي ارتفعت حصيلة ضحاياها إلى 48 شهيدا و42 جريحا لن تعيقها عن مساعيها لحفظ الأمن والاستقرار في المحافظة، مؤكدة أنها وفور وقوع الهجمات شرعت إلى تنفيذ عمليات مداهمات واعتقالات بحق عناصر مشتبه بها، والعثور على معدات ومستلزمات تستخدم في تنفيذ أعمال إرهابية. قامت فرق متخصصة من لدينا في نفس اللحظة وبعد المغرب مباشرة بمداهمة أوكار وبتمشيط المناطق التي كانت محيطة بهذه التفجيرات، ولقينا القبض على عناصر، ووجدنا لديهم مستلزمات ومعدات عدوها للعمل الإرهابي، والحمد لله الأجهزة ألقت القبض عليها وألقت القبض على مشتبهين كثير وجاري التحقيق معهم. الشارع الحضرمي وبالقدر الذي يشعر فيه بالصدمة جراء وحشية التفجيرات وحزن الضحايا، لأنه جدد التأكيد على رفضه لتلك التفجيرات، داعين السلطات إلى اتخاذ خطوات لضبط الأمن ومعاقبة مرتكبي هذه الأحداث. تم استهداف هذول الجنود الذين يقومون بحماية المواطنين وتقديم لهم الخدمة، وهذا العمل يعني اعتبر عمل جبان وندينه بشتى الطرق. القيادة الأمنية اللواء البحسني أن يشددوا النقاط وأن يعيدوا حسابات الحراسات الأمنية، لأن هذول لا لهم دين ولا لهم مبدأ ولا لهم أي وطن. ويخشى كثير أن تؤدي هذه التفجيرات لإعادة المشهد الأمني في حضرموت إلى المربع الأول، بعد أن نجحت السلطات خلال الفترة الماضية في إحباط الكثير من المخططات وتطبيع مظاهر الحياة العامة. محمد اليزيدي لقناة بلقيس، المكلا.